ما رأيك يا أبا وهب بولدي الأمين والمأمون؟ رأيي أنهما أدنى من هذه الفاكهة رائحة وطعما. وأيهما أحب إليك، الأمين أم المأمون؟ المأمون يا سيد. ولما يا أبا وهب؟ وكلاهما من صلبي. المأمون أكثر ذكاء وفطنة. ولما برأيك؟ وهما ينهلان من مؤدب واحد ويعيشان تحت سقف واحد. ألا يجد أمير المؤمنين كيف يخرج ثمر الشجر الذي يكون من نسلين مختلفين لذيذا ومرغوبا؟ أعرف ذلك. ألا يعلم الخليفة أن للبغل في سوق الكرخ ذكاء وفطنة كبيرين، لأنه نتاج تزاوج حمار وفرس؟ تكفيني الأولى يا أبا وهب، تكفيني الأولى، فلما أقحمت الثانية؟ أحسنت واجدت يا أبا وهب. يكفي ماء يا سلمى. كما تريد. غدا سآتي بمن يحمل عنك هذا العبء. أتستأجر راعيا؟ وما الطير في ذلك؟ أتحضر من يقاسمنا أرباحنا؟ بل سآتي بمن ينزع عن كاهلك هذا التعب. كما تشاء. لو أنه. لما سكت؟ أقصد أنه لو. تقصد لو أن لدينا ولدا لهان الأمر، أليس كذلك؟ إنها أمنية، أليس الولد قرة العين ومهجة الفؤاد؟ لو بقي ذاك الجنين فأصبح شابا يافعا الآن. أماتته رحلة بغداد، كان الأجدى بك أن تبقي وأن أذهب وحيدا. ما الأمر يا عبيدة؟ لا أدري، لا بد أنه قد حدث شيء ما في نصيبين. سأجل الأمر، انتظري. قل لي يا أبا وهب، ألست ابن عم لي؟ ألا تربطنا صلة الرحم والدم؟ إذا ما الذي دهاك حتى انتقلت مما كنت فيه إلى ما أنت عليه؟ نعمة أنعم الله بها علي. انظر، هذا حصان أنعم به الله علي. أمتطيه أمتطيه هكذا ودور به في الكرخ. هيا حصان هيا. انظروا أمامي وعن يميني وعن شمال. وماذا تشاهد في الكرخ؟ يشاهد أناسا فقراء وهم أغنياء وأغنياؤهم فقراء. هل دللتني على الفقراء فأغنيهم؟ لن تراهم. ولما؟ يمنعك الحرس من النظر أمامك وأنت لا تنظر إلى جانبيك. هيا يا حصاني هيا. يمنعك الحرس من النظر أمامك وأنت لا تنظر إلى جانبيك. ما الذي يحدث خارجا؟ يبدو أن والينا قد ثار على الخليفة في بغداد. وأهل نصيبين؟ يؤيدونه في سوادهم الأعظم. هذه هي البداية، لا أحد يعرف ما النهاية. النهاية معروفة، سيستقل الولي ويسلخ نصيبين وجوارها عن الخليفة. أو أن يبعث الخليفة بمن يقمع الثائر ويضع التابع.
كل الاحتمالات واردة. لماذا استرخيت؟ وغنمك؟ سأبقيه في الدار طبعاً. أي مجنون أكون حين أخرجه للمرعى في مثل هذه الظروف؟ لما تفعل هذا؟ الحرب ضروس يا سلمى، ومؤيدو الوليد بن طريف كثر، والغنم ثروة التي لا أملك غيرها. أتخشى عليها من المتحاربين؟ لما لا؟ لكنك لست طرفاً في النزاع. في الحرب يا سلمى يباح كل شيء، والجنود جياع لن يتركوا ما يسد جوعهم. لم أسرت عبداً يا سيدي، لم أسرت عبداً. ويحك، أسرقت يا رجل؟ ما اسمك؟ علي بن جهم. من أين أتيت؟ من صحراء الحجاز. ولما سرقت؟ عضني الجوع وامرأتي في صحراء مغفرة، فأتيت إلى بغداد ألتمس العون. أتلتمس العون بالسرقة؟ دعه يا ابن الربيع، أكمل يا ابن جهم. أقبلت إلى سوق الكرخ وقد خارت قواي، وتقدمت من شواء وتوسلت إليه إلى ما يسد رمقي فرفض، فسرقت سفودين وعدوت، فلحق بي صاحب الشرطة وألقى القبض علي، بينما التهمت سفودا بأكمله. ما رأيك يا ابن الربيع؟ هو سارق يعترف بسرقته يا مولاي. يا مولاي يا مولاي، لقد سرقت سفودا واحدا يا مولاي. من تسول له نفسه سرقة سفود واحد تشجعه على سرقة قطيعا بأكمله. والله ما أدري حكم الله فيه. حكم السارق يا مولاي. أنا أدري. قل ما عندك يا أبو وهب. اعلم يا سيدي أن السارق نوعان، سارق عن مهنة وسارق عن حاجة. السارق عن مهنة تقطع يده، أما السارق عن حاجة فتقطع رقبة الحاكم. من أين لك هذا الحكم يا أبا وهب؟ هذا ما أتى به ذات مرة حاكم عادل من حكام المسلمين. لقد عفونا عنك. أدام الله الخليفة وحفظه. أمر بالطعام لك ولعائلتك. حفظ الله الخليفة من كل مكروه. ما حاجتك؟ أن آكل وأحمل طعاما لعائلتي، وأن تعطيه نعاجا يرعاها وينتفع منها كي لا تمتد يده إلى مال غيره. أمرنا لك بعشر من الغنم تعتمد عليها في معيشتك. شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي. كفاك ما أقدمت عليه مرة واحدة، كفاك. خذه يا ابن الربيع إلى مطبخنا يأكل منه حاجته ويحمل معه إلى عياله. شكرا يا مولاي، شكرا يا مولاي، شكرا. ما رأيك يا أبا وهب؟ أهذا الذي قمت به هو الصراط المستقيم؟ لم تصل إلى الصراط يا سيدي. أبو وهب، من هو الحاكم العادل الذي ذكرته؟ هيا يا حصاني، هيا. يا أبا موسى، لقد توفي والدي وترك لي ولأخي 10 مكاييل من الحنطة، 6 لي والباقي لأخي. وما الضير في ذلك؟ الضير في الجرزان. الجرزان أكلت من الحنطة 6 مكاييل، فكيف نوزع 4 الباقية؟ علينا بقاعدة السعر والمسعر والثمن والمثمن، فالمكاييل 10 كانت هي المسعر، والتي أكلتها الجرذان كانت السعر، أما الباقي فهو الثمن، وأنت تبحث الآن عن المثمن. المثمن يساوي الثمن مضروباً بالمسعر
مقسوما على السعر، فيكون الحاصل لك مكيالان وأربعة من عشرة من المكيال، والباقي لأخيك. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. كل يا أبا وهب كل. أكلت فأكثرت. إلى أين؟ إلى سوق الكرخ. وماذا تفعل هناك في هذا الصباح؟ أتفقد أحوال الرعية. تقوم مقامنا وتعمل عملنا؟ يويو. هيا يا حصاني، هيا. السلام على أمير المؤمنين. وعليك السلام يا ابن الربيع، ما وراءك؟ من عسسنا في نصيبين يا مولاي. أفعلها الشيباني؟ الوليد بن طريف يثور علينا في نصيبين؟ ما الذي يريده ذلك السارق؟ إمارة يستقل بها يا مولاي. أغراه صقر قريش؟ والله لن أعطيه ما يبتغيه أبداً يا ابن الربيع. أمرك مولاي. جهز عسكري وعتادي، سأذهب إليه في عقل داره منذ صباح الغد. أمرك مولاي. ننصف المسألة يا سيدي، أي نرد كل شيء في المسألة إلى النصف، فيصبح عندنا أجدار الدرهم، ثم نضرب الأجدار بمثلها فيصبح عندنا ستة دراهم وربع الدرهم، ثم ننصف الحاصل على الأربع والعشرين فينتج ثلاثون درهما، وأخيراً ننقص منها نصف الأجدار فيبقى ثلاثة، وهكذا إلى نهاية القسمة. سنغدق على علمك هذا عطايانا، فاقترح. أدام الله سيدي، إنما العلم لفائدة المسلمين فلا يؤخذ عليه أجر. أمرنا لك بالعطاء مضاعفاً. لو أراد سيدي أن أحدد عطاء الخوارزمي لفعلت. اقترح يا أبا وهب. ليملأ سيدي مربعات الشطرنج عنده حبات من القمح على أن يبتدئ بحبتين في المربع الأول ويضاعفها في المربع الثاني ثم يضاعفها في المربع الثالث وهكذا حتى نهاية الأمر. ويحك يا أبا وهب، أتريد أن يكون عطاؤه قبضة من قمح؟ علّه ناقم علي يا سيدي. الخليفة ينقضون على الوالي الشيباني. أبا وهب توقف. أبو موسى، هل تريد أن تحدثني عن قبضة القمح؟ ما كنت أحسب أن تتفوق علي في الحساب، إنما اقترحته من عطاء لينوء به كاهل الخليفة نفسه. هل ملأ لك الخليفة مربعات الشطرنج قمحاً؟ وأن له أن يفعل، قسماً،
إن كل ما لديه من قمح من الديلم حتى طشقند لن يصل إلى نصف المربعات. عبيدة، ألا تذهب بالقطيع؟ ما الأمر يا عبيدة؟ كأني بك تحمل حملا ثقيلا. لا أدري يا سلمى ما الذي ينتابني هذه الأيام. ذهب وال وحل آخر ونصيبين بألف خير. ما همني كل هذا يا سلمى، ذهاب وال أو مجيء آخر. ما الذي يشغلك؟ ألست زوجتك التي تقاسمك الهموم؟ لا شيء يا سلمى، كل ما في الأمر أنني شاهدت الليلة الماضية حلما أقلقني. أيكون جنينا أسقطه للمرة الثانية؟ لا، الحمد لله اطمأن قلبي. ألا يطمئن قلبك إلا لسلامة جنينك؟ ألا يضطرب قلبك لحالي؟ وما هو منامك يا عبيدة؟ أهو حلم فرعون؟ رأيت في منامي أن بهلولا يسجنني. المهم أن لا يكون قد أعارك القصبة لأنك بحاجة إلى حصان. ما يثيرني أن بهلولا يريد قتلي والآخرون في بلاط الرشيد يريدون إنقاذي. ما كنت أحسبك في يوم من الأيام تكترث بأحلامك. لا أدري يا سلمى ما الذي يدفعني هذه المرة أن أتوجس من هذا الحلم. ما دام بهلولا قاتلك فلتطمئن يا عزيزي. وقتل الوالي، وغدا عندما ينقلب ظهر المجن ينتصر الوالي على الخليفة فيموت الخليفة ويموت الوالي. يا أبو وهب، ماذا تريد يا صاحب الشرطة؟ الأمر الأول أدركناه وعرفناه، أما الثاني فلا، كيف يموت الخليفة والوالي معا؟ ها، عندما يقتل الوالي الخليفة يختفي الوالي ويصبح خليفة. يا أيها الناس، أين كنت يا ابن الربيع؟ أتيتك منذ ساعة يا مولاي، فأثرت الرجوع إليك لكي لا أوقظك. أنت أتيت بهذا؟ أجل يا مولاي، وكنت تواقع لأكون أول من يبشرك بمقتل عدوك. ما لي أرى مولاي غير سعيد بمقتل عدوه الوليد بن طريف. مذ وجدتني نائما حلمت حلما أقض مضجعي، فأذهب الفرح عني وأدخل الوجل إلي، وجدت نفسي في نصيبين بين ثلاثة سلوا علي سيوفهم، أولهم الوليد بن طريف الشيباني، وثانيهم أبو وهب، وثالثهم رجل اسمه عبيدة بن ليث الطائي. هؤلاء الثلاثة انقضوا علي بسيوفهم فمزقوني.
اطمئن يا مولاي، أضغث أحلام ليس إلا. لا يا ابن الربيع، لا لا، حدثني والدي عن جدي المنصور، قال روى لي أبو مسلم الخراساني قبل مقتله بساعات أنه شاهد في حلمه رجلين، أحدهما يغرز الرمح في عنقه والآخر يهوي بالسيف عليه، فكانا جدي المنصور وجلاده. إن كنت في ريب من هذا الأمر يا أمير المؤمنين فقد أراحك الله من أولهم. وأبو وهب ثانيهم، وهذا لا نخشاه أبدا. إذن بقي الثالث يا مولاي. ابعث إلى نصيبين من يأتيني بعبيدة الطائي، أتعرف عليه وأستكشف أمره. عبيدة! لا تيأسي يا سيدة. كيف لا أيأس وأنت مساق إلى مصير النجالة؟ توكلت على الله، هذه الأغنام في عهدتك يا سلمى في سبيل معاشك في غيابي، وإن كان ما تحملينه ذكرا فسميه ليثا. بل سأسميه عبيدة. اسمع يا جنيد. جنيد في خدمة الخليفة يا مولاي. ما قولك في حلم يراودني منذ شهور؟ أهو حلم عامة أم خاصة؟ أهناك فرق؟ حلم العامة يا مولاي كالسراب الذي لا وجود له، أما حلم الخاصة فهو ما يعنيه هذا السراب من ماء وصل. أين تصنفني؟ هذا أمر بديهي يا مولاي، فأنت أمير الخاصة كلهم. مولاي الرشيد، يراودك حلمك في الليل أم في النهار؟ أهناك اختلاف بينهما؟ بالطبع يا مولاي، حلم الليل خيال ووهم، أما حلم النهار رؤى حقيقية. إذن كان حلمي حقيقة فقد رأيته في وضح النهار. عليك السلام، من أنت؟ ألا تذكر نصيبين؟ نصيبين؟ تذكرت، أنت زوجة عبيدة الطائي. نعم. أين عبيدة؟ أنا زوجته سلمى. أمات عبيدة؟ إنه سجين مولاي الخليفة. ما الذي جرى يا سلمى؟ أمور كثيرة. دعنا نتخذ مكانا في هذا السوق يقل فيه المنصتون ونبتعد فيه عن عيون الجواسيس. هيا هيا. حفظ الله الخليفة من كل سوء وسدد خطاه لفعل الخير وجعله منفعة لكل بشر. يكفي يا جنيد، يكفي يكفي يكفي، سأعطيك ما تصبو إليه. خذ. أدام الله أمير المؤمنين، أدام الله أمير المؤمنين وجعله سراجا للعالمين. شكرا يا سيدي، شكرا يا سيدي. السلام على مولاي هارون الرشيد. عليك السلام يا ابن الربيع. عساه طمأن مولاي بشأن حلمه. بل زاد اضطرابي وقلقي يا ابن الربيع. ولما يا مولاي؟ يقول جنيد أن حلم الساسة في النهار بمثابة الرؤى للنبي. وكيف رأيت عبيدا الطائي؟ شخصية غامضة تخفي أكثر مما تعلن، فهو حينا عدو الوليد بن طريف لخلاف قبلي سابق، وحينا آخر صديقه الذي أغدق عليه من النعم بلا حساب، ومرة ثالثة عدوه الذي ثار على أمير المؤمنين خليفة الله في خلقه. تخلص منه. كيف؟ مولاي، دعم سروراً يدس له السم في الطعام ويقدمه له في سجنه فيرتاح وترتاح يا مولاي. لا يا ابن الربيع لا، كيف أقتله ولم أثبت عليه عداوتي؟ سأبقيه في السجن
إلى أن يختفي الاضطراب من قلبي. كل ما في الأمر أنه صدقه في أيامي الأخيرة. ليتك لم تذهب إلى نصيبي ولم تصلح الحال بينه وبين الوالي. لا أظن الخليفة على دراية بهذه الصداقة، على في الأمر شيئا آخر. مثل ماذا؟ كأن ينصب نفسه دفعة واحدة. خليفة دفعة واحدة؟ ولم لا؟ وله أتباع مخلصون مثل هذا القطيع الذي يملكه. المسكين عادت إليه طبيعته وضاع كل الحديث الذي أسررته إليه. مسكينة يا سلمى، ألم تري إلا ذاك الأحمق حتى تفضي إليه بأسرارك؟ سيدي الوزير، سيدي الوزير. من أنت؟ سلمى بنت مرة. من أين أتيتي؟ من الصيبين. الصيبين؟ أما زالت تلاحقنا إلى بغداد نصيبين؟ ما حاجتك؟ شكوى أبثها عبرك لمولاي الخليفة وأنت وزيره. وما شكواك؟ معيلي سجن دون ذنب اقترفه. من هو؟ عبيدة الطائي. عبيدة الطائي؟ نعم، أتعرفه؟ ما الذي تبغينه يا امرأة؟ أن يعود زوجي إلى نصيبين حيث دارنا وغنمنا. سيدي الوزير، سيدي الوزير. سمعت يا ابو يا ابو وهب، قلت لي منذ مدة أن لديك حلما تود إسماعنا إياه. بل أريد أن أسمعه لقاضيك جنيد، لأنني سمعت بأنه ماهر في تفسير أحلام العامة والخاصة. ما قولك يا جنيد؟ هذا امرؤ خرف يا مولاي، لن أساجله وأنزل إلى مستواه. دعك من الجد يا جنيد وهات الهزل، لقد اشتاقت نفوسنا إلى الضحك والانشراح. أسمعنا يا أبا وهب، ما هو حلمك؟ بل سأسمعه للقاضي. لست تواقا إلى سماع تهريجه يا مولاي. تمهل يا جنيد واستمع. هات ما عندك. حلمت أثناء النهار أنني نبي أرسله الله سبحانه وتعالى إلى بني البشر. نبي دفعة واحدة؟ ما هي معجزتك؟ معجزتي أنني أحيي وأميت. أرنا كيف تحيي وتميت. ماذا ستفعل يا أبا وهب؟ سأميت هذا القاضي ثم أحييه بعد قليل. مولاي أتوسل إليك أن تأمره برفع السيفي عني، إنه مجنون حقا. أتشك يا جنيد بأن النبي المرسل يحيي ويميت بإذن الله؟ معاذ الله أن أشك بذلك يا أبا وهب، لكنك لست نبيا مرسلا كما تدعي. كيف لا أكون وقد أتاني ذلك برؤية البارحة؟ الرؤية لا تكون إلا لنبي مرسل. صدقت. فهمنا قصدك يا أبا وهب وسررنا لفطنتك وذكائك، سل حاجتك. حاجتي ثلاث سأوديها لك. الأولى أن تطلق سراح عبيدة الطائي لظلم أحق به. الثانية أن تسجن هذا القاضي جراء فتواه الكاذب. والثالثة أن ينقل وزيرك الفضل عبيدا وزوجته إلى نصيبين، وأن يعوض عليهما طعامهما وشرابهما، كل ذلك على نفقته الخاصة. مولاي اسمع يا ابن الربيع، قد فهمنا أمرك الأول والثاني، ولكننا لم نفهم تعليل أمرك الثالث. بلغني أن وزيرك هذا رفض أن يسمع بقية الشكوى لمظلومة من رعاياك. ما
الأبواب. أكاد لا أصدق نفسي. ألست عبيدا الطائي؟ أو نسيتني يا أبا وهب؟ إن لك فضلا كبيرا علي. لا فضل للعالمين إلا من رب العالمين. أريد أن أعطيك شيئا مما في هذا. لا 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 لا، أعطيه لمن هو أعوز مني وأحوج.